السلام عليكم ورحمة الله. جزائرنا ومغربنا سلام، من الأعماق يخترق الفؤاد، يطوف الأرض يطويها سراعا، يجوب بمصر لا يرضى ارتدادا. حي هلا بكم معنا مشاهدينا الأكارم حيثما حللتم وارتحلتم، لقاؤنا متجدد معكم من خلال برنامجكم اليومي الألوان السبعة. نبدأ معكم جولتنا لهذه الأمسية بعد هذا الفاصل. بيرون هجام، ما هي مستويات التأهيل الفعلي في تركيا؟ وما هو معدل التوزع على الأعمال المتنوعة؟ ما هو دور مؤسسات التأهيل المهني في هذا الشأن؟ بعد قليل. الخط رسالة الروح إلى الأوراق، فن تقليدي مميز له دلالاته على الجودة والشخصية، علاقة خط اليد بالحالة النفسية والتكوين الذاتي للمرء. بعد قليل في الألوان السبعة. تتغنى الكثير من الدول والمؤسسات بقضية ومصطلح مهم له أثره على الساحة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مصطلح التأهيل المهني. هذا المصطلح الذي يتعامل مع المجتمع بكل شرائحه من أجل إيجاد بيئة ناضجة مشتملة على محددات ومعايير العمل المهني والمهنة والمسلك، وأيضا ضرورات الفهم الشمولي لها. هنا في تركيا قراءة على مستوى ومعايير ومحددات المهنة والمحددات الخاصة بصياغة المهنة في قراءة جديدة تزاوج ما بين العلم الأكاديمي والعلم المهني، وقراءة في المحددات الأوروبية والغربية ندمجها سويا في رؤية إبداعية. يسعدنا أن نستضيف لأجلها البروفيسور دكتور أوغوز بورات. أهلا وسهلا بك معنا أستاذنا. حضرة البروفيسور، نجدد ترحيبنا بك في برنامج الألوان السبعة، فحيا هلا بك معنا. مشاهدينا الأكارم، سنطرح بين يديكم موضوع التأهيل المهني والمسلكي في رؤية مبدئية، نعود بعدها لحوار ضيفنا الكريم. نتابع سويا. نعيش في عالم أصبح فيه اكتساب مهنة مهم جدا في العثور على عمل، والمهن تتميز مع بعضها البعض لدرجة كبيرة وتسير إلى مجالات تخصص خاصة. واليوم انتهى عهد من يقول يمكن أن أعمل أي عمل، لأن معنى هذه الجملة في الحقيقة أنني لا أعرف أي عمل. فلكي تحصل على عمل يجب أن تقول عندي خبرة في مجال كذا، ويجب أن توثق ذلك بالشهادات. في تركيا يتم العمل في مجال تعيين معايير المهن، وعلى رأسها مؤسسة الكفاءة المهنية. يمكن تلخيص الكفاءة المهنية بشكل أبسط، وهي تأهيل صاحب مهارات لإتقان مهنة بدرجة بناءة وأكثر فعالية. مؤسسة الكفاءة المهنية تقوم بعمليات حول تثبيت ماهية الكفاءات اللازمة لمهنة ما، وقياسها وتقييمها لتلك المهنة وتوثيقها وتفتيشها على أساس المعايير المحلية والدولية. هدف مؤسسة الكفاءة المهنية هو أن يعمل في كل مهنة من لديه الكفاءة في مجالها. مؤسسة الكفاءة المهنية ستكون نوعاً ما مؤسسة الاعتماد على الضوابط والمقاييس لتركيا. نعم، البروفيسور دكتور أوغوز بورات، نائب رئيس الهيئة الإدارية في مؤسسة الكفاءة المهنية في تركيا، نجدد ترحيبنا بحضرتك. حضرة البروفيسور، ما الحاجة اليوم لبناء منظومة متكاملة في فهم التأهيل المهني برأيك؟
أن الكفاءة المهنية بدأ هذه المؤسسة منذ عام 2006. نحن نريد أن تقييد للشهادات الموجودة، وضمن يوجد هناك 8 معايير للتوثيق، ونحن نصنف جميع الشهادات بثمانية أصناف أو 8 درجات. يعني أنك أن بعد التخرج من المدرسة على سبيل المثال تأتي إلى هذه المؤسسة وتقدم طلبا للحصول على شهادة معينة أو دورة معينة. بعض هذه الشهادات تمنح من خلال دورات معينة، وبعد ذلك من خلال هذه الشهادات يثبت الإنسان خبرته في عمل ما وما إلى ذلك. وهناك طبعا عندما نتحدث الآن عن عالم الأعمال، نحن نتحدث عن عالم كبير، ونحن ندعو جميع المهن إلى أن يدخلوا في هذا السياق ويطلبوا الخدمات، لأن كل مهنة يوجد لها ضوابط ومعايير ومعايير جودة، وهذه المعايير تقوم على أساس مهني ولا تقوم في نهاية المطاف على أساس الشهادة. وعندما نتحدث يعني هناك الكثير من الأمور التي يتعلمها الإنسان في الميدان أو في حياة العمل، فإن هذا الرجل المؤهل عمليا في أي مهنة ما يأتي ويقدم نفسه على أنه قادر على القيام بعمل ما ضمن هذا الإطار، ونحن نقوم بالامتحان اللازم. نعم حضرة البروفيسور، رؤيتكم الخاصة هنا أنكم مؤسسة تؤسس لعمل صحيح، بمعنى الشهادات كلها توضع على ميدان الاختبار. أنتم تقسمون مراحل التعليم، مراحل منح الشهادات إلى 8 مراحل، تبدأ بالصف أو مرحلة التدريس الأساسي، الصفوف الأساسية الدنيا، وتنتهي بدرجة الأستاذية. هذه الشهادات كيف تقيمونها؟ ما هي معاييركم في تحديدها؟ ولماذا تضعون هذا الأفق الكبير في التقييم؟ لماذا تشددون؟ هدفنا في هذا الإطار، كما تعلمون نحن اليوم يوجد هناك التعليم المهني، وعندما يعمل الإنسان إلا أنه لا يمتلك الكثير من المؤهلات العملية، المهم التطبيق بعد التعلم، وهذا هو هذه النتيجة التي يتمناها العالم الصناعي والعالم المهني. وهذه عمليا المكتسبات لا تكتسب من خلال الدراسة، وإنما تكتسب من خلال الخبرة، وتكتسب كذلك من خلال العمل على أرض الواقع. وهذه الأمور وهذه الخبرات عمليا لا توثق من خلال شهادة. مثلا الذي عمليا يتخرج من الجامعة يتقدم إلى الوظيفة، بإمكانه أن يأخذ الوظيفة، إلا أن المعلومات التي تكتب في الشهادة ليست كافلة من أجل توظيف أي إنسان. يجب أن يقدم امتحان في مصادر المعلومات البشرية، ونحن نقول لهؤلاء الناس بدل أن تعملوا امتحانات، نحن يوجد لدينا ورشة عمل، وهذا الورشة عمل يقوم بالامتحانات اللازمة، وبإمكان بنك من الأسئلة، وبإمكان أيضا بنك من التطبيقات المتعددة، نقوم بالعمل اللازم والواجب لنقدم إلى الناس وإلى عالم الأعمال أناسا أكفاء يمتازون بالمهنية العالية. نعم أستاذنا الكريم، أعذرني لمقاطعتك هنا، ولكن حتى تتضح الصورة، التأهيل المهني هنا موجود بمؤسساته، عرضنا مؤسسات الإسمك وعرضنا مؤسسات كثيرة جدا تابعة للبلديات ولمؤسسات المجتمع المدني. أنتم لا تحددون تأهيل مهني، أنتم تحددون معايير الجودة، الكفاءة في العمل. هل هذه القراءة صحيحة؟ عملكم فوق مستواهم، بمعنى هم يصدرون الطالب وأنتم تحكمون على العمل، على قدرته على خوض الحياة والتجربة العملية في الحياة، هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، وسؤالك لطيف للغاية. إن مؤسستنا تتعامل مع وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم، وبالإضافة إلى ذلك مع عدد من البلديات والإدارات المحلية. يوجد هناك دورات عديدة والكثير من الفعاليات التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني. نحن نحاول أن ننظم هذه الأمور
ونحن نعرف على هذه المئة، نجمعها مع بعضها البعض في إطار معين ونحاول أن نقدمها في نهاية المطاف بشكل عام، وبعد ذلك في وقت قصير نحاول أن نقدم الشهادات المطلوبة إلى العالم. ومثلا يوجد هناك دورات اسمك ويقدمون خدمة التعليم لأكثر من 200,000 شخص بشكل سنوي، ويوجد هناك العديد من المؤسسات الأخرى. نحن نحاول أن نصل إلى هذه المؤسسات ونحاول التعريف بهذه الخبرات على الصعيد الدولي وعلى الصعيد المحلي بشكل أوسع. هذه ليست شهادات فقط تكون مقبولة في الإطار المحلي الضيق، وإنما نريدها أن يتعرف الناس عليها بشكل واسع، يعني ليتعرف عليها جميع التخصصات. نريد أن يكون هناك تعارف كبير على مستوى واسع. بروفيسور أغوز، عندما نتحدث عن هذه المعايير وهي تضبط الحالة المهنية في المجتمع وهي تصوغ مهنيين محترفين على مستوى الكفاءة والقدرة، هل تفعلون ذلك؟ هذه المؤسسة الريادية التي تقودونها الآن، هل تفعلون ذلك لأجل تركيا أم لأجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟ نحن نفعل هذا الأمر من أجل تركيا، وإن تركيا لا شك أنه يمر بمرحلة العولمة ليس فقط ضمن إطار الاتحاد الأوروبي. نحن يوجد لدينا علاقات كبيرة مع الدول الأخرى، ونحاول طبعا أن نوسع هذه العلاقات، وأيضا نريد أن نقدم هذه الخبرات بشكل فاعل. طبعا هدفنا الأول تركيا، وعندما ندخل طبعا إلى الاتحاد الأوروبي يوجد هناك الكثير من المعايير ضمن هذا الإطار، إلا أننا نقول لـ 32 دولة أوروبية الكل ليجمع خبرته، وتركيا أيضا تستعد لهذا الأمر. طبعا نحن ليست هذه الأمور فقط من أجل أوروبا، وإنما روسيا مثلا التي نتمتع معها بعلاقات جيدة وعلاقات مطيدة، نحن نريد أن يتعرف روسيا بشكل رسمي على هذه الشهادات بشكل رسمي. أستاذنا الكريم، بخلال خبراتكم وعطائكم، مؤسسات التأهيل العامة تعطي دورات مهنية كثيرة جدا، ولكن ألا ترى أن هناك ضرورة ملحة في إدخال بعض عناصر التأهيل المهني الجديدة؟ بمعنى نحن بحاجة اليوم في ظل النهضة الصناعية التي تخوضها تركيا والتي يمكن أن تنعكس قريبا جدا على العالم العربي، ألا ترى أننا بحاجة إلى إدراج موضوعات جديدة، مثلا التكنولوجيا، التأهيل في مجال التكنولوجيا، وضع ضوابط محددة في مجال النانو تكنولوجي، في قضايا كثيرة جدا تؤهل العامل ليكون محترفا ومتطورا ومسايرا للحياة في العصر، هل توافقنا الرأي بذلك؟ نعم، أنا أوافقك الرأي. هنا نقطتين، أولا من أجل الحصول على الوظيفة، وهناك الوظائف التي تكون جديدة، يوجد هناك الأولويات، يوجد هناك الكثير من التكنولوجيا التي يجب أن يتعرف عليها الأفراد والتي يبحث عنها سوق العمل، وأيضا نريد أن نوثق للكثير من المهن. كل هذه أمور مهمة بالطبع، ومن المهم النقاط المهمة أيضا والتي يجبرها القانون كذلك، يوجد هناك البرامج التعليمية المجبورة في كثير من الوزارات، يجب على يعني المدارس المهنية يجب أن تعد الناس كما يرجوه وكما يطلبه سوق العمل، يعني يجب أن يكون هناك تنسيق بشكل مباشر، وهذا هو أهم ما يمتاز به هذه المؤسسات. نعم حضرة البروفيسور، هذا يلقي على عاتقكم عبئا كبيرا، أنتم الآن في هذه المؤسسة التي من خلالها تضعون معايير جودة، معايير كفاءة العامل. لنفترض مثلا أنني مدير مؤسسة مهنية، الآن أنا لا أجيد التعامل مع الضوابط التي تعملونها، هل لديكم علاقاتكم مع المستويات الجامعية ومستويات سوق العمل لتؤثروا علي لعدم قبول طلابي لأنني لا ألتزم بالمعايير؟ ونأخذ صورة أخرى، أنني مبدع في مجال صياغة جيل مهني محترف، هل لديكم العلاقة مع القطاع الخاص، مع مؤسسات الدولة لرفع شأن خريجي المعهد الذي أديره؟
نحن بشكل عام نحن لا نتعامل بشكل مباشر مع الجامعات، نحن مؤسسة مستقلة نتعامل مع وزارة التعليم العالي والممثلين لهذه الوزارة وكذلك وزارة التربية والتعليم وكذلك اتحاد الغرف التركية واتحاد المهن والنقابات وكل الكثير من النقابات التي تقدم الأعمال وكذلك مؤسسات المجتمع المدني وكل هؤلاء الناس وكل هؤلاء الشرائح موجودون ضمن إدارتنا وكذلك أيضا القطاعات التي تقدم الخدمات وهذه هي إدارتنا العامة. نحن نحاول هذه من خلال هذه المؤسسة أن نتحرك ضمن القرارات التي يتخذ بالنسبة لمستقبل الأعمال في تركيا، وبالتالي يعني نحن لا نتعاون أو لا يوجد لنا صلة مباشرة مع أصحاب المهن، نترك لهم التقدير، نترك لهم الطلبات، وحتى هناك بعض الناس الذين ربما لا يملكون الخبرة الكافية أو لم يدرسوا في المدارس أو الجامعات، نحن إلا أنه تربى في سوق العمل وامتلك الكثير من المؤهلات الواقعية من خلال الخبرة، نحن نقدم له عمليا. يعني هذا الرجل لو ذهب إلى المدرسة لا ربما يوجد له مثلا شهادة ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية فقط ولا يتمتع بأي شهادة علمية أو لا يمتلك أي شهادة أصلا، إلا أن هذا الرجل يمتلك المؤهلات الكثيرة التي اكتسبها من خلال عمله في اختصاص ما، بإمكاننا أن نقدم له شهادة تعادل ربما الجامعة أو شهادة تعادل عمليا شهادة الثانوية في هذه المهنة التي يعمل بها. هذا يعني أنه يتمتع بالحقوق القانونية والاقتصادية التي يقوم بها، الفرد في نهاية المطاف فرد من أفراد المجتمع، وعندما يشعر بالتقدير لعمله هذا يعني سعادته من جهة وأيضا انتفاعه الاقتصادي من خلال زيادة المعاش له ربما من جهة أخرى. بالتأكيد هذه رؤية إبداعية أن تعطي الإنسان وتنزله منزلته، بمعنى هناك الكثير من الناس لم يحصلوا على فرصة إكمال تعليمهم الأكاديمي من خلال شهادة تعطونهم إياها بالخبرة والكفاءة والتجربة، هذا يتيح له أن يدخل إلى المجتمع بكل قوة بالتالي تغيير في طبقات اجتماعية. نشكركم على هذه الرؤية وعلى هذا الجهد، ولكن أستاذنا الكريم هناك أمر يتعلق بالتقنيات، بمعنى المعاهد القديمة اليوم لا تكفي حاجة تركيا على مستوى التأهيل المهني المعاصر. تركيا اليوم دولة تخوض نهضة اقتصادية شاملة تحتاج إلى تقنيات تكنولوجية وصناعية عالية جدا. هل تتابعون أمر التقنيات وأمر الآليات المستخدمة في مدارس التأهيل المهني؟ ما تحدثت عنه ليس لنا علاقة لها بشكل مباشر، نحن نعمل مع عالم الأعمال بشكل عام، عالم الأعمال ينظر إلى السوق ولا ينظر إلى المؤسسات التعليمية، والسوق إذا تطلب أو طلب عمليا التكنولوجيا المتطورة فإنهم يقومون بهذا الأمر. المهم عملنا ليس إعداد المعلمين أو إعداد المناهج التعليمية، وإنما إعداد أناس من أجل أن يقوموا على أرض الواقع بالعمل المطلوب الذي يطلبه السوق، يعني سواء كان في إطار التكنولوجيا أو الآلات المتطورة أو مثلا أو عالم التكنولوجيا الكمبيوتر أو الكثير مثلا نحن أو التعليم على البرامج الكمبيوترية التي تستخدم بشكل مباشر في عالم الأعمال. ونحن نقول للسوق أنتم ماذا تريدون وماذا تطلبون، نحن نقدم لهم الأعمال التي يريدونها ضمن هذا الإطار، ونقول لوزارة التعليم العالي ووزارة التربية يجب أن تعد أناسا بهذه الصفات وبهذه نحن بحاجة إلى ناس بمواصفات كهذه. المهم هنا إن هناك تنسيق بشكل عام، إدارة عليا للتنسيق ما بين وزارات مختلفة قطاعات مختلفة من أجل رسم صورة مستقبلية لتركيا تتفق مع المعايير الدولية في الجودة والإبداع، هل هذا صحيح؟
حبيبي. نعم هذا إذن صحيح. عفوا للمقاطعة، أحتاج منك إلى إجابة سريعة. الجهود العلمية والبحثية التي تقومون بها، وأنت ما شاء الله يعني بروفيسور دكتور يعني حائز على شهادة علمية مميزة، وبالتأكيد لديكم علاقة مع مؤسسات بحثية على مستوى الجامعات وغيرها، هل تعممون المعارف بشكل دوري بمعنى خلاصة العلم الحديث تعممونه على المؤسسات على وزارة التربية والتعليم العالي حتى تكونوا في تطور دائم؟ أنا أشرح لك بشكل مختصر ما تحدثت عنه يطبق على أرض الواقع. ممتاز. نحن قبل أن نعد يوجد هناك إدارة عليا ويوجد لدينا أيضا إدارة أعمال، نحن نأتي بالخبراء المطلوبين بناء على أساس من التطوع، يعملون يقومون بعصف ذهني عام، وهم يقولون أنه في هذا العصر أو بعد 5 سنوات أو 10 سنوات نحتاج إلى مهنيين بهذه المواصفات. بعد هذه النقاشات المكثفة نذهب إلى المهنيين، هل هي قابلة للمواصفات؟ ربما نمر بمرحلة 6 أشهر ونحن ندرس ونكثف هذه الدراسات، وبعد ذلك ننشر هذا في الجريدة الرسمية، ونحاول طبعا من خلال الكثير من الإحصائيات أن نصل إلى المؤهلات التي يريدها السوق وأيضا الحاجات التي يطلبها السوق، يعني بمعنى أننا نريد الوصول إلى المعرفة، يعني ليس فقط 14 أو 15 أو 10 من الخبراء هم من يصلون إلى هذا القرار، وإنما نحن ندرس الطلبات وبعد ذلك يقوم هؤلاء الخبراء 15 بالعصف الذهني المطلوب. حضرة البروفيسور دكتور غوز، عندما نتحدث عن هذا المستوى المتقدم من فهم الواقع وأيضا من استشراف المستقبل، أنتم على علاقة واضحة بالمخططات الاستراتيجية لتركيا، تركيا تريد 1000 عامل محترف في مجال التكنولوجيا، لابد أن تضع المحددات. تركيا بعد 10 سنوات 15 سنة تريد 100 عامل محترف في مجال النجارة مثلا، وأنا أضرب مثلا هنا، بجودة حرفية عالية جدا. هذا الأمر يتطلب منكم قراءة الواقع وأيضا خطاب الناس إعلاميا، كيف تقيم لنا تواصلكم مع الإعلام في هذا الاتجاه من أجل تعميم فكرة؟ كما قلت لك هناك تنسيق عام مع إدارة المهن، مع وزارة العمل ووزارة التشغيل وكذلك وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، ونحن نريد أن نقوي هذه العلاقة. في عام 2010 هناك أيضا تنسيق ما بين الوزارات، يعني سيتخرج حوالي 1 مليون شخص حوالي في غضون 5 سنوات. هؤلاء 5 سنوات يجب أن يتمكنوا من المهن المناسبة أو يتمتعوا بمهن مناسبة. نحن وضعنا الأرضية التحتية لما هو المطلوب، ما هي المطلوب الذي نريده حول هذه الإطار، ويوجد أيضا ضمن هذا الإطار يوجد هناك 40 في تركيا نقراط، ويوجد هناك أيضا الكثير من الباحثين الذين يبحثون ضمن هذا الإطار، وهؤلاء باحثون على مستوى عالي. طبعا نحن بحاجة إلى تقنيين آخرين كذلك يعملون معنا ضمن هذا الإطار، يعني بإمكاني أن أقول أننا من يوجد لدينا دكاترة ويوجد لدينا أيضا خبراء ربما من المرتبة المتدنية. المهم نحن بحاجة إلى أمان في حياة العمل على جميع الأصعدة وعلى جميع وعلى صعيد أيضا المؤسسات، فليسنا عمليا معزولين عن الآخرين، وكذلك نقوم بعملية دعم بيننا وبين المؤسسات الأخرى. حضرة البروفيسور دكتور أوز بورات، جهدكم مقدر وأنتم حقيقة ضمان لاستمرارية النجاح، بمعنى النجاح ليس أن تصل إلى القمة بل وأن تحافظ على معايير هذه القمة التي تصلون إليها. نشكركم جدا على وجودكم معنا، ونشكركم أيضا على جهودكم العلمية التأصيلية والتواصلية مع مؤسسات النهضة العامة التي يمكن لها أن تضمن مستقبلا أفضل لتركيا وبالتالي
لمنطقة الشرق الأوسط بالتحديد. نشكرك جدا أستاذنا الكريم على وجودك معنا، وندعوك مع مشاهدينا الأكارم إلى متابعة لوحتنا الكاريكاتورية الأولى التي نترككم معها بلا تعليق. عام 1888 عثرنا على وثيقة تعود إلى هذا التاريخ، وثيقة بالعقد الخاص بتنوير دمشق بالغاز في وقت كانت فيه أوروبا ترزح في الظلام. نتابع سويا هذا التقرير، الوثيقة التاريخية النادرة نفتحها صفحات مطوية. ضمن سعي الدولة العثمانية للتطوير والتنمية الشمولية، وفي ظل التقدم العلمي والاقتصادي الذي كانت الإمبراطورية تعيشه، تم العثور في ثنايا الأرشيف العثماني على وثيقة أرشيفية هامة تتعلق بالعقد الخاص بتأمين الإنارة العامة لمنطقة دمشق من خلال الغاز، في خطوة لافتة تدل على مستوى التقدم والتماسك بين أرجاء الإمبراطورية. هذه الوثيقة التاريخية النادرة التي تعرض أمامكم تمت أرشفتها في سجلات الأرشيف العثماني عام 1888 ميلادية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. وإلى مجال من مجالات التواصل المعرفي بل والانفتاح الثقافي، الصفوف العالمية نظام جديد للتواصل ما بين طلبة الجامعات وطلبة جامعات في دول بل وقارات أخرى. هذا المشروع كان يهدف منه إلى تعزيز حالة التوافق، لن نطيل عليكم فالتقرير الآتي يكفينا بالمزيد. أضحى العالم قرية صغيرة ليس فقط بسبب تطور وسائل الاتصال والمواصلات، بل أيضا بسبب الفضول الجامح لدى الناس للتعارف والتقارب. ففي عصر الإنترنت والفضائيات وثورة المعلومات لم يعد أي بلد أو شعب بعيدا عن الآخر أو غريبا عنه، حتى في مجال التعليم. عندما كنت أسافر إلى خارج تركيا وأرى أنهم لا يعرفون تركيا جيدا كنت أحزن. نشارك كثيرا في مؤتمرات عالمية، وفي أحد هذه المؤتمرات قال أحد الأساتذة أصدقائي: لماذا لا يتعارف طلابنا مع بعضهم البعض؟ فدرسنا هو التواصل الحديث، فقررنا أن يتواصلوا عبر الرسائل الإلكترونية. مشروع الصف العالمي مشروع مشترك بين كليتي العلاقات العامة في جامعتي يدي تبا في تركيا ونبراسكا في الولايات المتحدة الأمريكية. في جامعاتنا هو درس إجباري، فنحن نعتبر أن طلابنا عليهم أن يعرفوا التواصل العالمي. أنا أقول طلابنا يتقنون الإنجليزية، وهذا يضع على عواتقهم مسؤولية أخرى، التعريف ببلدهم. بدأ المشروع بالمراسلات عبر الإنترنت ليصل إلى درس متزامن بطريقة الفيديو كونفرنس بين الطلاب الأتراكي والأمريكيين لمدة ساعة ونصف أسبوعيا، حيث رأت الأستاذة الدكتورة آيسلي أن ذلك مفيد للطلاب إلى جانب أنه واجب وطني. نبحث المواضيع الثقافية، نحن شرحنا ثقافتنا وحضارتنا وهم كذلك، وكلمناهم عن دراسات المسؤولية المجتمعية لدينا وهم نقلوا لنا ما يفعلون. أتمنى أن يمتد المشروع ليشمل دول الشرق الأوسط، فحضارة الإسلام تجمعنا.
الخط رسالة الروح إلى الأوراق، فن تقليدي مميز له دلالاته على الجودة والشخصية، علاقة خط اليد بالحالة النفسية والتكوين الذاتي للمرء. بعد قليل في الألوان السبع، ونستكمل معكم بقية جولتنا بعد فاصل إعلاني قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. وإلى معرض فني مميز، لوحات ورسومات ورؤى إبداعية تتعانق سويا في فضاء أرض المعارض إسطنبول. معرض مميز يغطيه لنا الزميل الدكتور حذيفة، عفوا الدكتور علاء الخطيب. يحتضن معرض جيهانجير للفنون التابع لبلدية بيولو معرضا خاصا في هذه الأيام. تعرض خبرات إسلام خليل لأولو وطلابها في معرض باسم من الروح إلى اللوحة. أمة بلا فن كجسد قطع شريان حياة، فمن هنا من معرض ينقل الأحاسيس القلبية إلى لوحات فنية رسمت الفنانة أوزلام خليل أوغلو بلوحاتها الطريق المرشد للعديد من فئات المجتمع وشرائعه، وخاصة المنكوبة منها والمطفوضة. نشاهد وإياكم. تركزت أوزلام خليل أوغلو في لوحاتها على رسم الوجوه والرسوم التشكيلية، ولأجل إثبات إمكانية الجمع بين المسؤولية الاجتماعية والفن، وأن رسم الناس البائسين والمتعبين والغرباء مناسب جداً ليكون دليلاً للكثيرين. أكثر ما أقوم برسمه هو صور الوجوه، وسبب ذلك أن مشاعر الإنسان تظهر على وجهه، وهذا يجذب اهتمامي كثيراً، لذلك أركز على رسم الوجوه. كما أحب كذلك أن أرسم الناس الذين يعيشون وحيدين في الشوارع. أنا مهتمة بهذا النوع من الرسم. هدف هذا المعرض هو عرض رسومات الطلاب، وتعرض لي فيه لوحة واحدة فقط. تأثرت الفنانة بشكل كبير بقرى المدينة التي ولدت فيها، ولا سيما في تمسك القرية بثقافتها واستعمالها الملابس المحلية إلى غاية اليوم، فاختارت سكان هذه القرية موضوعاً لها. انعكاس الأفكار والعواطف على الوجوه كان أكبر عامل في رسم الصورة الشخصية. كما رأينا أثبت المعرض لعيون المشاهدين إمكانية انخراط الفن بالمسؤوليات الشعبية للواقع الريفي العام. كان معكم لبرنامج الألوان السبعة علاء الخطيب، إسطنبول. اشتركت الفنانة فيما يقرب من 30 معرضاً تشكيلياً، كما نظمت معارض شخصية في تركيا وخارجها، وهي حائزة على جوائز كثيرة. جرافولوجي علم جديد. جرافولوجي علم ربما قديم يتصل بعلم الفراسة، ويضعه آخرون في إطار بحث في أعماق الشخصية من خلال بعض الآثار الناتجة عنها كالخط اليدوي. الخط الذي هو انعكاس لتعبير ولحالة نفسية وسلوكية عند الإنسان على صفحة الورق، ربما يعطي من الدلالات ومن القراءات أبعد ما يمكن لنا أن نتصور. هذا علم تخصصي بات يدرس الآن في الجامعات الغربية. قديما كنا نعرفه باسم الفراسة، ولكن اليوم يتفرسون ليس في الوجوه وإنما في الأوراق. يسعدنا في هذا المجال أن نستضيف
خبيرة منذ 38 عاما في علم قراءة الخط اليدوي وأيضا معرفة الدلالات والآثار فيها، وهي الأستاذة زينب بورنوفالي. أهلا وسهلا بك معنا أستاذتنا في برنامج الألوان السبعة. أنت شاكر درم. أشكركم جزيل الشكر. سنعرفكم بهذا الفن والعلم القصير في تقريرنا المبدئي، ثم بعد ذلك نخوض في حوار معمق مع ضيفتنا الكريمة، نتابع سويا. أكملت السيدة زينب بورنوفالي دراستها في مجال الاقتصاد، إلا أن بعض المشكلات والأخطاء التي واجهتها في حياتها قد وجهتها إلى مجال مختلف تماما، وهو علم الخط، حيث أن السيدة زينب معروفة بكونها خبيرة في الخط اليدوي وتداعياته النفسية. السيدة زينب تشتغل في مجال علم الخط منذ 40 سنة، إذ أنها تزعم أنها تستطيع الكشف عن مستوى الذكاء لدى الأفراد والمشاكل المختلفة وحتى حالاتهم النفسية وأمراضهم البيولوجية. هو علم الكشف عن الجوانب المخفية لدى الأشخاص، أو الجوانب التي نعرفها ولكن نعجز عن وصفها بمفردنا. إن خبيرة الخط اليدوي زينب بورنوفالي واثقة من نفسها في هذا المجال الذي تشتغل فيه، حيث تقول أنها قد كشفت عن وجود مرض السرطان لدى شخص قبل 8 سنوات بمجرد النظر إلى خط يده. نعم الأستاذة زينب بورنوفالي، نجدد ترحيبنا بحضرتك. أولاً، أنت درست الاقتصاد، ما علاقة الاقتصاد بعلم الخط اليدوي برأيك؟ هل هناك علاقة؟ نعم. أنا بحد معلوماتي لا يوجد هناك أي صلة، وطبعا خطوط الاقتصاديين كخطوط الآخرين نعم. بإمكاننا أن نبحث فيه. أستاذة زينب، ما العلاقة ما بين، سندخل في صلب الموضوع مباشرة، ما العلاقة ما بين الخط اليدوي وما بين الحالة النفسية أو انعكاس الحالة النفسية عند الإنسان على وجه الصفحة؟ إن الوضع النفسي للإنسان، بإمكان أن أضرب مثالا على ذلك، أي إنسان بحث في نفسية الإنسان ربما إذا نظر إلى إنسان آخر فإنه ربما يشعر أنه حزين أو أنه فرحان أو أنه مكتئب وما ذلك، وبإمكانه أن يفهم هذا الأمر بكل سهولة. وكذلك الخط يؤثر على نفسية الإنسان، المهم أن تعرف إلى أين تنظر. مثلا عندما تفكر مثلا إلى إنسان حزين لا تنظر إلى وجهه، لا تنظر إلى مثلا جاكيته. في هذا السياق حضرت الأستاذة زينب، إذا تكرمت علينا، أنتم تقرؤون من خلال خط الإنسان اليدوي على أي ورقة أو قصاصة ورق صغيرة حتى تقرؤون تفاعل المخ أم الحالة العصبية الناتجة عن ذلك؟ بمعنى عندما أكون متوترا أكتب بسرعة، أو حجم المباعدة ما بين الخطوط، على أي الأسس يتم الربط؟ المهم مركزيتنا هو مركزية العقل والدماغ، ما يعرفه نعرفه تماما، وإذا قلنا كيف يعرفنا الدماغ على هذا نجيبك من خلال الأعصاب، وكيف أن العلم ينعكس على الآخرين، مثلا العلم يشرح من خلال الكلام أو من خلال الكتابة، وأثناء الكتابة نسأل ما هو محتويات هذه الكتابة. نحن الأمر الذي ننظر إليه، نحن ننظر إلى أشكال الخطوط ومواقع هذه الخطوط وليس إلى محتويات الكتابة. نعم، إذن اتساع الحرف عن المستوى الموجود أو ضيق الحرف أو اهتزاز اليد أثناء الكتابة أو الكتابة السليمة يعطيكم دلالات معينة، إشارات معينة في هذا العلم. سون درجة كلامك صحيح للغاية، إلا أن هذا ليس كافيا. الخط ليس أمرا ذا بعدين، يوجد له بعد ثالث،
كجميع الأجسام كالطاولة مثلا أو الفنجان أو النظارة، كما أنها ثلاثية الأبعاد، الطول والعرض والعمق. نعم أستاذة زينب، أود التشديد هنا على قضية، أنتم لا تقرؤون الغيب كما يسمى أو العرافين من هذا الباب، هذا علم تخصصي، هذه نقطة مهمة جدا للتفريق، هذا علم تخصصي قائم على أسس ومعارف حقيقية ترتبط بالعلم، بالعلم النفسي وأيضا بالعلم علم الجسد. هذه القراءة هل هي دقيقة؟ بمعنى أنكم تعملون في جانب العلم البحث. أنت سألت سؤالا لطيفا. نعم أستاذتنا الكريمة، لنبدأ بصياغة شخصية إنسان معين. الإنسان المتردد تكون انطباعاته النفسية تختلف عن الإنسان المرتاح بطبيعة الحال، هذا لا يحتاج إليه الإنسان، ولكن رؤيتكم الخاصة أنكم كخبراء للخط اليدوي أنتم تستطيعون فهم أبعد من الحزن والسعادة، أليس كذلك؟ كلامك دقيق للغاية، وعندما نتحدث عن الجرائم مثلا هل يوجد لديه الطاقة التي يستطيع من خلالها ارتكاب الجريمة أم لا؟ هذا أستطيع أن أجاب عليه، وهذا بإمكانك كونه محبا أو مهاجما أو عدوانيا، وكذلك التغيرات الحياتية الطارئة. نحن لا نقول أنهم يجرمون أو أنهم مجرمين، مثلا الشخص الذي يخرج من العرس يختلف عن الرجل الذي يخرج من المأتم أو الجنازة. نحن لا نستغرب وجهه عندما يتغير، نعم ماذا نستغرب عندما يطرأ التغيير على خطه؟ نعم بالتأكيد، هذا العلم يستخدم اليوم في مكاتب التحقيق تحديدا للحكم على شخصية الإنسان وللتفريق ما بين الجرائم. هل له علاقة أستاذة زينب في كشف التزوير؟ بمعنى أنكم تعرفون أن هذا خط مقلد، هذا التوقيع مقلد أم لا؟ أم أنكم مختصون في جانب كشف الشخصية؟ نحن كيف نعم له علاقة ربما بالتزوير، لإظهار التزوير، وهذا بعد آخر في العلم. هذا مثلا البعد الأقل المعروف، يعني نحن بإمكاننا أن ننظر نظرة صحية لأن الخط يظهر مدى صحة الإنسان، ولا وأستطيع أن أبرهن على نعم هذا. أنا أود حقيقة أن نعطي يعني المشاهدين نبذة من هذا العلم، لأننا نتحدث عن علم، وهذا العلم علم النفس أمر مهم جدا يتصل بعلم الإنسان وأيضا بطبيعة خطاب الإنسان. بالتالي هلا تكرمت علينا أستاذة زينب وقرأت بعض النماذج التي أحضرناها لك حتى يقرأ هذا الخط، كيف تقرأين لنا مثلا بعض النماذج الموجودة؟ ما الذي تفهمينه من الخطوط اليدوية التي أحضرناها هنا بين يديك؟ الآن كيف تقرأ؟ بإمكاننا أن نغير سؤالك قليلا لأنني لا أقرأ. وهذا ما قصدته، وهذا ما قصدته تحديدا. أنا فقط أنظر وأحلل ولأظهر هذا الأمر. إذا نظرت بهذه الطريقة، طبعا أستخدم النظارة لكبري في السن، هذا الأمر ليس الشباب مضطرين عليه، طبعا ليس ممنوعا أن تستخدم المكبر، ويوجد هذا البعد الآخر الذي بإمكانك أن تنظر مستوى ضغط الإنسان على الورقة ومستوى كذا تحركه. نعم نعم، أما الإنسان المستخدم الذي يعني الخبير، طبعا اللمس يفيد، إلا أنه بإمكان الخبير أن لا يلمس أيضا. وبالإضافة إلى ذلك الأشكال مهمة للغاية، وتقاربها وتباعدها أمر مهم للغاية كذلك، وأيضا توزيع الحروف والكلمات في الصفحة. وبالإضافة إلى ذلك وأنا أود أن أقول للمعلمين إن لم يسئهم هذا الكلام، ماذا يريد المعلمون في الكتابة؟ أنا أريد عكس ما أريدهم، يعني أنا أريد الخط السيء لا أريد الخط الحسن. ليس هدفنا أن نكتب كتابة صحيحة، هذا خطأ وخطأ كبير، وهذه خطأ. سيحزن مننا المعلمون قليلا، ولكن نحن نتحدث عن علم حضرة الأستاذة زينب. نعم
ما الذي يمكن أن نقرأه مثلا في هذه النماذج التي أحضرناها؟ يعني مثلا تقرؤون الشخصية، دلالات الشخصية، ما الذي تقرأينه هنا كتجربة مثلا؟ قراءة الشخصية في هذا الإطار وأيضا وضعه الصحي. وأنت إذا ذهبت إلى طبيب أو ذهبت إلى مختبر مثلا، يقول لك المختبر أن التحليل يكون عندما تكون جائعا أو تدخل الجهاز وأنت عار وهكذا. يعني لا يعني ليس ما نبحث عنه هو كتاب أمامي فقط، لن يكون هذه الكتابة في الطائرة أو مثلا قد شرب مسكرا، لا يكون قد كتب هذه الكتابة مثلا وهو مريض، فالتحليل يكون خاطئا. يعني لا تعكس حالته، تكون عندما من خلال الكتابة قد يستغرب الناس. أستاذة زينب، طلبت مجموعة من الأطباء جاءوك ليحتكموا إليك، قلت لهم لا تأتوني ثاني يوم بعد نزولكم من الطائرة، فجاءوك في ثاني يوم وقالوا لك أتينا باكرا. لم أفهم السؤال، لو تعيد السؤال مرة أخرى. جاءك مجموعة من الأطباء وأنت قلت لهم لا تأتونني فور نزولكم من الطائرة، تعالوا أحضروا لي. لا يوجد قصة، لم أقل لهم هذا الكلام. يوجد هناك الكثير من الدكاترة الذين حللت لهم كتاباتهم. أنا أعرف، أنا أتحدث عن قصة أخرى. أنا أتحدث عند نزولهم عن الطائرة قلت لهم. أنا لم أفهم السؤال، لو تعيد السؤال. جيد، أنت حضر إليك الطلب؟ نعم نعم. طلبت منهم ألا ينزلوا؟ نعم أنا نعم هذا ما طلبته منهم. نعم، ولكنهم جاءوك في ثاني يوم وأنت قلت لهم، كشفت هذا الأمر من خلال خطوط. نعم قمت بالتحليل اللازم. استطعت أن تكتشفي موعد وصولهم من خلال خطهم؟ هذا سؤالي تحديدا. نعم لم أكتشف، لم أستطع. أنا أجلس على طاولتي وهم يدخلون، فأنا لا أدري عمليا كيف دخلوا وكيف خرجوا ومتى جاءوا، ولا يوجد لدي مصادر المعلومات، إلا أن طريقة الكتابة ظهرت لك كل شيء، أظهر ذلك. وهناك الأطباء الذين يعرفون في الطيران يفهمون هذا الأمر بشكل مباشر. نعم، بمعنى ارتفاع ضغط الإنسان وغيره وأثره على حالة النفسية وأثره على مستوى التأثير وضغط الورقة، هذه الأمور نتركها لك أستاذة زينب، ولكن نود منك بعض الإضاءات في هذا الجانب. هذا صحيح. في هذا الجانب أنتم كمختصين في هذا العلم تستطيعون قراءة خط اليد ودلالاته والحالة النفسية والشخصية، ولكن سمعت أن لديكم قدرة على تحليل بعض الأمراض. أنا لنقول أيضا أنني لا أقرأ، أنا أنظر. أنت مصممة على عدم القراءة، جيد، ولكنك تقرأين ما لا يقرأ حتى نستطيع هذا الأمر. أنت تحللين الخط بمعنى، لا نتحدث عن بعض. يعني إذا أردت أن أشرح، هو ليس تكرارا عمليا. إذا قرأت، أنا لا أقرأ إلا اللغة التي أعرفها، أما إذا نظرت فإنني أستطيع النظر إلى أي لغة أخرى. اكتشفتم حالة للسرطان من خلال خط اليد مثلا؟ يعني مثلا بإمكاني أن أقرأ، لا أستطيع أن النظر في اللغة العربية، لكنك تستطيع تحليلها. اللغة الهندية والصينية مثلا لا أعرف فيها شيئا. نعم، أنت تنظرين إلى فقط شكل الحرف ولا تستطيعين القراءة حتى للغات الأخرى. أستاذة زينب، نعم، ولا أقرأ هذه اللغة على الإطلاق. مثلا هناك الكتابات التي تكتب في الشركات مثلا. جيد، أستاذة زينب، استطعت تحليل مرض للسرطان من خلال بعض الكتابات اليدوية، كيف كان ذلك؟ هل تستطيعون الوصول إلى بعض الأمراض من خلال تحليل خط اليد؟ هذا أمر سهل للغاية وأسهل. عفوا، أنت تجيبين لنا إجابات عامة، نحن لا نقبل هنا. يعني العلم تفصيلي، نحن نعلم ذلك ولديكم مساربكم فيه، لكن هل أعطيتنا بعض الدلالات؟ مثلا يعني إذا كتب هكذا يكون مريضا، إذا كتب هكذا يكون سليما، يكون مضغوطا، يكون محبا، يكون كارها. الآن سأضرب لك مثالا جرافولوجيك، وليس الأمر توضيح هذه المسألة لجميع الناس، المهم أن تعرف كيف تنظر. إلا أن مثالا يعرفه جميع الناس وهو مثال واضح للغاية
مثلا هناك التعود، وهذا التعود الذي وإذا يبدأ السرطان وعندما يتحدث الناس عمليا عن التشخيص المبكر بإمكانك أن تنظر وترى مثل هذا الأمر، إلا أن اكتشاف الأجهزة أحيانا يستمر لسنوات عديدة. نعم، ما الذي تقرأينه من الصفحة التي بين يديك؟ الصفحة الأولى مثلا، هذه الصفحة، هذه الكتابات ليست لم تكتب ضمن القواعد المطلوبة، فلا أريد أن أحلل بشكل غير دقيق، يعني أقول أن يجب أن أشرح له كيف يكتب. أنا لا يهمني المضمون، يهمني النظام الذي يكتب فيه. هناك الخصائص، ولأن يظهر هذا الأمر بشكل مباشر يقولون 97% يعني لا تكفي لهذا، أو ربما أنظر لنفسي ولكن هذا الأمر غير كافيا حتى أتحدث إلى الناس. الوقت داهمنا حقيقة، أحببنا أن نعطي إشارة واضحة لوجود علم قراءة الخط اليدوي، هذا العلم الاحترافي الذي بات يدرس الآن في الجامعات، والتي يحلل من خلاله الإنسان شخصية من يقابله إذا استطاع أن يكتب في هذا المجال. أمريكا، أوروبا، فرنسا وبريطانيا تحديدا يدرسونه في الكليات والمعاهد الدراسية التخصصية العليا. أستاذة زينب بورنوفالي، نشكرك جدا على كونك معنا خبيرة تحليل الخطوط اليدوية، ونشكرك مرة أخرى على إضاءاتك وإن كانت بسيطة مقتضبة، ولكن حقيقة نشكرك جدا عليها، ونشكرك على وجودك معنا، وندعوك مع مشاهدينا الأكارم إلى متابعة لوحتنا الكاريكاتورية الأولى بلا تعليق. إذا ما سال دمعي قلت عذرا لأن وداعكم أمسى قريبا، وصلنا إلى نهاية جولتنا معكم مشاهدينا الأكارم، على أمل اللقيا بكم مجددا في فضاء معرفي جديد. انتهى أسبوعنا، فإلى أسبوع جديد على مائدة الألوان السبعة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.